ما شاء الله، انت جبت كل الموافقات المطلوبه بالفصيل. لا وايه، في زمن قياسي فاضل ايه عاد بقى عشان المشروع يبدا الانتاج؟ نخلص العقود، نعمل خطه الانتاج، وانا متاكد ان السوق كله هيشتري من السمات بتاعنا السنه دي. يعني لما التوزيع يزيد الارباح هتزيد. فاهمك يا رضوان باشا، انت عايز تخش بنسبه في ارباح التوزيع عشان تضمن بحر الفلوس اللي دخل عليك. ما افتكرش ان مناع بيها يوافق. هيوافق، هنقنعه وانت هتضغط عليه، وانا كده ولا كده متنازل لك عن 3% من نسبتي في ارباح التوزيع. 3 بس؟ زائد 2 من عند مناع يبقوا 5%. دي نسبه كبيره، ده هتخش لك في مليون جنيه في السنه. يعني ياكم معاد بالملايين اللي هتخش تجوب. دي ابحاث بقالها سنين وبنصرف عليها من الملايين، وبعدين نحمد ربنا ان البيئه استجابت والارض تفاعلت مع السماد الجديد. ده بيزنس يا رضوان باشا، من حق اللي بيستثمر انه يلم فلوسه، ولا رايك ايه يا باشا؟ ماشي يا باشا باشا. اطمن يا كبير، بعد المغرب هنكون زرعنا الشتلات والعبايده. مش ليهم 5 فدادين؟ زمان كانوا بيسمعوا كلامي، بس بعد اللي كان زرع ارضهم فجل وبرسيم. وبعدين حشيش ده مش كفايه على شحطه الخواجات. يبقى ناخد ارض العبايده، واللي يتكلم نفقع له عينيه. انا بفكر في الحكايه دي يا فضاج. وريت تقول الحكايه دي المناع بدل ما هم زرعين ارضهم ويكا وملوخيه. مناع مناع مش هيهمل ارضه حتى لو هتبور، انا عارفه زين. دول عندهم 200 فدان هيبصوا، دول مش فاضيين حتى يرعوه. ما هو البني ادم كده لما ربنا يديه يفتري. خد يا عمي دي كل التصاريح والاوراق بتاعت الارض الجديده. اوراق وتصاريح ايه دي؟ احنا بنبني في ملكنا، حد شاركنا؟ كلام ده في النجف، لكن ارضنا الجديده في مركز، والمركز له مجلس محلي، ومفيش حاجه بتتم الا بموافقات واوراق. المهم المهندس عمر يكون فاهم، هنقدم الورق ده ميته، لاني ما فهمش في الورق وما الورق والحكايه دي. ما تخافش عمر فاهم. بس اسمع يا عمي، انا عايز كل حاجه تبقى تحت عينيك انت، فهمني؟ طبعا. طبعا. اكده يبقى الف الف، يعني مليون جنيه. تمام، اقفل الشنطه دي، هناخدها معانا واحنا راجعين لجوزك. وانت يا عمي، انا عايز كل حاجه تبقى تحت يدك انت، وتحاسب المقاول اول باول. ما تعوليش هم الحكاية دي. تمام، يبقى كده ما فضليش غير ان اقابل همام قبل ما نهملكم ونروح على سوهاج. مناع يا ولدي، اجي معاك؟ لا، انا عايز اشوف وحدي، عشان لو مرمطت باللي جابوا الارض ما ينكسفش من روحه. طب ما تتكلش كتير على حكاية العشم دي، لان همام اتغير نفسه، كبرت ما بقاش يعمل اي احترام لمسألة العشم دي. يمين بالله مالو عندي غير الجسمة دي، انا اللي مربيه واعرفه زين. يلا نسمع، جهز حالك، عيب تهمل جوزك وحديه. وماله يا مناع؟ انا اصلا ما ورايش حاجه. سبحان الله، فطم الحريم ما كان من الاول. ترى ايه يا امام؟ انا مش شايع تلك نتقابل وحدينا؟ ايه لازمه الرجاله دي كلها؟ دول رجالتي، ما بمشيش من غيرهم، تقدر تقول مربوطين فيا بسلسلة. طب اطلق السلسلة ومشيهم، ما عايش حد يسمعنا. ما اقدرش، انا غيرك، انا مطرود من عيلة عبادي، ويوم المنى يشوفوني ماشي لوحدي عشان يطخوني. تكلم براحتك، ما يهمكش. ضيعت الامان اللي كنا عايشين فيه يا همام. الأمان غالي يا مناع، ما يبكيش عليه غير الضعيف بس، لكن القوي لا، القوي ما يهموش يا مناع. وانت فاكر نفسك خلاص بقيت قوي بكام قنبلة أخدتهم من الخواجات؟ ايوه، وسلاح كتير، سلاح يخلينا طير راس أي حد يقف قدامي، أي حد يا مناع. يا ترى السلاح اللي عندك ده يقدر يوقف قدام الحكومة، قدام جيش جاي يطهر النجع من المخدرات اللي فيه؟ الحكومة ما حدش يقدر عليها يا همام. حكومة؟ من متى الحكومة درينا بينا؟ احنا في حالنا وهم في حالهم، لا عايزين حاجة منهم ولا بناخد منهم حاجة، يبقى ما لهمش صالح بينا.
هيستعمل مملكة في بلد ليها حكومة وجنون بالسلاح اللي معايا مملكة الجبل دي هتكون مملكة تاني وانا الملك فيها واللي هيعرضني هطير رأسه مناع كانك اتجنيت يا همام يا وقت فوق ده انت في سوهاج كنت بتخاف من العسكري جاي النهاردة تعمل ملك وعلى مين علي انا قصر الكلام يا مناع كل واحد شايفه في روحه ملك واللي يقدر يخلي غيره يعترف بيه ملك عليه يبقى هو الملك طب خلصت لان محدش يعترف بيه غير شوية المقاطع بتوعك دول يلا يا واد منك ليه خلينا نرد له عقله في راسه قبل ما يخربها علينا كلنا يلا محدش هيتعطى من هنا غير باذن انا كده طب مشيهم يا همام خلينا نتكلم وحدينا خد يا شوقي الرجاله واستنوني ورا الجبل سمعتوا يا رجاله يلا بينا عارف يا ابن الجزمه لو ما رجعش عقلك في راسك هعمل فيك ايه انت تعملت يا ولد الكلام اللي بتقوله ده يوديك في داهيه ومش وحديك النجع كله هيدفن لو الحكومه شمت خبر بعد عنا مناع وما تكلمش على انك صاحبي انت صعبان عليا يا همام الخواجات بيلعبوا بيك كفايه اعطوك سلاح تحارب بيه اهلك وناسك وتقتلهم اللي متربيين معاك طول عمرك مش هم اللي قتلوا عمي عمك يستحق القتل لكن والله ما هم اللي قتلوه وانت قتلت 25 نفر ظلم كأنك تعرف مين اللي قتل عمي ايوه اعرفه اللي قتله خد بطاره مني نفسك صاد نفس وخلصت الحكايه طب قل لي يا مناع انت صاحبي وحبيبي لازم تقول لي مين اللي قتل عمي ولو قلت لك هتصح اللي قتلتهم ظلم كفايه انك قتله واخد طار عمي قاعد اللي خدناه من القوة لما يدوها لواحد أهطل يهم الخراب وهم سيد من يسكنوا الخرايب وحتلقوهم هنا فوق راسك يحكموا ويتحكموا في كل الناس وأولهم ناسك وانت ساعتها مش هتقدر تنطق لأنك خلاص يا همام خسرت كل الناس اللي ممكن يقفوا معاك ضدهم صدقني يا همام اللي يرمي نفسه في حضنهم يتحول لعبد ليهم سلام لساك مش عايز تقول لي مين اللي قتل عمي اللي قتل عمك مرة مش راجل ومحدش شافه غير انا وابو الحمد بعد ما الفجر طلع وابو الحمد لقيوه ميت على الطريق يعني محدش يعرف غيري وانا مش هقول لك الا لما تقطع علاقتك بالخواجات واخدك تصالح على عيله العبادي واحكم عليك بديه تربي الايتام اللي حرمتهم جنابل الخواجات من ابهاتهم يعني ايه يا مناع يعني انت عايز تحكم علي نصبت نفسك كبير الناجع كبير غصب عنك ولو ما طاعتنيش هغصبك تطعني لان مش هسيب النجع لعبه في يدك انت والخواجات بتوعك وما عنديش كلام تاني يتقال سلام عليك وبنغز معرفتك يا مناع وما عايش نعرف من المره اللي قتلت عمي وما عايش نعرفك من اساسه دي المعرفه اللي تقل القيمه دي شوقي نعمين يا كبير عايزك تروح لعيله عبادي وتقول لهم ان احنا ناجل ارضهم بالغصب وهنزرعها حشيش ويمين بالله النفر اللي هيقولك فيهم لا نكون مفجرهم كلهم بالكلام اللي معايا غور من وشي حاضر يا كبير يلا يا بنت الغالي هم شويه سلام يا نسمة دقيقة يا عمي هجيب لك الشنطة قصدك البلوة التقيلة اللي ما عارفش اشيلها فين في الارض دي لولا اني مش ضامن عمري كنت شلت لكم فلوسكم دي في بنك لكني عارف هتحتاسوا لو متوا مش حطولوا منهم مليم طب ايه قولك يا ولد اخوي لو خليت عمر يشيلهم باسمه في بنك المركز اهو قريب فكرة برضك أقل له يعرف إنك بقيت واثق فيه لما خلاص ما هو بق منينا وعلينا ما أقول لك إيه يا عمي وبقى روق وإنت داخل على عمر واعي الحديدة طبعا واعي يا ولد أخوي ما هم مهما كان لسه عرايس رب ده يهد سرهم ويهنيهم بعض مع السلامة يا ولدي
وحشتيني قوي قوي يا نسمة. أنا قلت هعملك وحديك، يمكن أعصابك تروق شوي. عمري ما حسيت بالوحدة قد الكام يوم اللي فاتوا، كأني كنت طول عمري عايش معاكي، مرة واحدة اتحرمت منك. يا سلام، ولا مرته متوحشاه يعملها كده من غير سؤالات؟ كنت بسأل عليك شمس كل نهار، ببعت لك السلام مع كل نسمة، بقول لها نسمة العليل روحي الأحلى نسمة، ملسي على خدها وقولي لها جوزك مستنيكي. قالت لك؟ قالت لي وديني جيت. عاوز ايه عاد؟ عايز عمر يا باشمهندس عمر تعملين لك كوبايتين شاي انا وعمك ناجي. لا تعمليش حسابي في الشاي يا بنت الغوالي. اسمع، تخلي الشنطة دي عنديكم وانا اروح اطلع الزرع وارجع. خد بالك الشنطة دي فيها فلوس، هجيب كد ساعتين وهتكون نسمع عملت لنا لقمة ناكلها لما ارجع. يلا سلام. السلام عم ناجي. لقمتين لجهزها دلوك، هي حتة جبنة وكم حبة طماطم والسلام. بياخد اكتر من ساعتين. شوفي بقى، هم نطلع الطماطم ونطلع الجبنة من البلاص، دي حكاية عايزة وقت. عمك ناجي كله نظر. جرى لك يا راج. يا الهم اللي في الطول يا ابوي، هم ما اقدرش افوت ولا اهرب منه. عاملة ايه يا نورهان في الهم اللي في الطهول كان كمان؟ انا طلبتك يا معلم لطفي عشان اعرف ايه حكاية الفلوس اللي عليك. فلوس عليا المية ليك انت؟ انا ما ادينش الحرمة ابدا. انت مديون للمزرعة والمصنع السماد بمبالغ كبيرة وفات معاد سددها. اللي عند الرجال ما يروحش واصل. وليه يا ست الستات؟ ما تتكلم عدل وتعرف انت بتكلم مين. بكلم حرمة حلوة وشايفة نفسها حبتين ومن حقها تتدلع، بس مش علياني. واضح انك قليل الادب، وخسارة اني عبرتك وجبتك تقعد قدامي. اتفضل مع السلامة، نتقابل في النيابة. غلطتك دي هدفعك تمنها غالي. خير خير يا مدام. طلعني الزباله ده بره واطلب لي مدير الشؤون القانونيه حول كل شكاوى عن النيابه. هم حرمه قلت الربا يا صح، وانا هعرفك الزباله اللي قدامك ده هيعمل فيك ايه. انت اتجننت؟ دماغك منها بايه؟ يبقى لازم يتربى قبل منها عشان ما اعرفش يحكمها. بلغ البوليس يا سامي. حاضر. اثبت مكانك لا فرق ده فيكم. منعبيه الحاله يا منعبيه، الراجل ده ما يجيش يعمل مسدس. انجف مرتني ابو قمصان. منعبيه يا اخي كنت تعمل منعبيه. اعمل يا منعبيه. راجل ده قال ادب عليك يا منعبيه. والله هي اللي ابتدت. اخرس خالص ما تدوكش ولا حرف، كلمتك ما لهاش وزن عندي. البيبي يهددني وبيقول لي هعلمك الادب انت وجوزك، ولما جيت اطلب له البوليس طلع مسدسه وهدد بقتلنا. انا كنت فاكرها موظفه عندك مش مرتك. كذاب. انا ما بيهمنيش حد واصل، ما تطلعش فيها كده قدامه. ان كنت اعمل له احترام هذا عشان خاطر العيش والملح. هو العيش والملح ده واللي يخليني ما اضربكش بالنار دلوقتي. اسمع يا لطفي، لازم تفهم ان انا بعت خلاص كل ديونك ليه لحد تاني زي ما بعت المواشي، وانصحك تجهز فلوسك قبل ما يطالبهم بيك قدام النيابه. عايز اعرف بعتهم لمين؟ عمر عبد الواحد مهران. يعني مفيش حاجه تربطني بيك. اتفضل سلاحك. لازم تعرف ان السلاح للرجال، والرجاله ما تهددش الحريم ابدا. ومر من قدامي دلوقتي. عمر مهران مدين ناني جاب الفلوس دي كلها منين؟ انا مش فاهمه حاجه. انت حقيقي بعت الشيكات؟ طب ازاي وهي لسه هنا؟ ومين عمر مهران ده اللي خلاه يخرج يتكلم زي المجنون؟ حكايه طويله افهمها لك بعدين. ايوه يا سامي، عايزك تجهز لي كل شيكات ابو القمصان، اخدهم معانا وماشي. ايوه قفل الحساب كله من عندك وانا هكتب لك شيك يغطي المبلغ كله.
مبسوطة يا ستي؟ مش هتجاب لك مشاكل تاني كده. كل التجار هيجلدوه وهيأخروا السداد وهيقولوا ماسك عليك زلة. لطفي القمصان دي من عيلة كبيرة قوي في البالي أنا، بس عيلة ناقصة لا بتراعي حرمة ولا ضمير، والواد لطفي دي بالذات قليل الرباية، عشان كده قررت أربيه بمعرفتي. يعني أنت اللي تعمدت تكوم الديون دي كلها عليه؟ كل اللي ظلمهم هخليهم يقدموا شكاوي وبلغات للنيابة، ومش هيلاحق يرضي مين ولا مين، مش هخلي حد يتنازل أبدا. مين عمر مهران ده اللي انت قلت عليه؟ عمر ده سحب الضربة القاضية بعد ما يتمرمط لطفي ويتزل صح، يخش عليها عمر بالمبلغ الكبير وحيجيب مناخيره الأرض. وكل ده على حسابك ليه؟ لأن وعدت عمر أجيب له لطفي بالقمصان زاحف على بطنه وقابل أي حكم يحكم. أنا هخليه يقدم كفنه ويركع قدامه زي الخروف، ساعتها هيبقى الحكم لعمر. عمر مهران ده جوز أختك نسمة صح؟ صح، هو عمر جوز أختي. بتعمل إيه يا نسمة؟ هنضف الخرابة دي، هطلع الحاجة في الشمس وبعدين أمسحها وعاود أدخلها تاني. أحب على قدك بلاش النهاردة، استني لما الأنفار تيجي بكرة وأطلع الأرض هتلاقي بدل الحرمة 20 يساعدوكي. حرام عليك يا عمر، الاستراحة بقت زي الخرابة. حد قالك تفوتيها 10 أيام؟ أهو قلت أشوف هتعمل إيه من غيري، أتاريك غلبان يا حول الله. وأنا لو ما كنتش غلبان كنت فوت طار المناع ياخدهولي. واه كلام إيه اللي بتقوله ده يا عمر؟ أو كلام ضحك بيه علي أخوكي عشان أجي أشتغل بداله. حقيقة هو خاف علي من عيلة أبو القمصان فحب يبعدني عنيهم. يبقى انت ما تعرفش اخويا مناع، ما دام قالك هياخد بطارك يبقى هياخده، هو كده كلمته على رقبته. ربنا يستر عليك يا اخويا. العيال وحشوني قوي، ما انت اول مره تغيب عنهم بالشكل ده. مالك يا مناع في ايه؟ بعدين ايه اللي اخرك كل ده؟ انت كنت مستني ابوك لما يطلع من المستشفى وتروحوا البلد؟ في حاجه يا مناع؟ ابوي مات. مات ازاي؟ ده كان كويس. أمر الله. كفاية بك يا نورهان، ما عايزينش فضايح. أصله صعبان علي قوي. كان طيب. وأنت تعرف إيه عن طيبته؟ الله يرحم. شكلها ليك نشفت من دموعها. وحفيد بإيه البكا؟ هرجع اللي راح ولا يهون الفراق. فوتيها لله يا مرهان، فوتيها لله. يا ريت تنسح دموعك دي قبل ما نخش على ابوك وامك والعيال. همام كلمني في التليفون وحكى لي عن كل شيء. انا مع فريمان وشايف ان وجود مناع بقى عقبه كبيره في حياتنا، لازم نخلص منه بقى. همام طالب سلاح مستعد يدفع اي مبالغ في سبيل انه يبقى اقوى من عيلة حسان، وعلى فكرة هو جاهز يسمع كل كلامنا. همام ما نقدرش نعتمد عليه في المستقبل، انا اعرف كل الناس اللي في النجع والوحيد اللي ممكن يساعدنا في تنفيذ المخططات بتاعتنا هو مناع. مش ممكن يا بنيامين، مش ممكن، ده بيكرهنا وبيحرض همام علينا ولا يمكن يتعاون معانا ابدا. الكره بتاعه ده كره فطري، هو مش عارف السبب بتاعه خالص. ولو جات له فرصه يقتلك مش هيتردد. لو بفكر زيكم هضطر اكرهه، بس انا بفكر في المصلحه العليا
وبفكر استفاد منه الى اقصى درجة. الارباح بتاعت السماد هتعوضنا عن خسائر كتيرة، لو اضفنا اليها الارباح بتاعت المخدرات هتوضعنا في موقف جيد جدا اقتصاديا مع المنظمة. خلاص اعزل مناع عن النجع وخلي همام راجلنا هناك ومناع راجلنا هنا. اللي انتم متعرفوهوش ان مناع هو اخر واحد انا علمته يطبخ الحشيش، ولقيت ان هو اسكى واحد ممكن يطبخ الحشيش من الخامة اللي انا بديها له دي. مفيش غير واحد بس اللي تعادل معه في الذكاء، كارلوس بتاع كولومبيا. يا جماعة عملية ضبط المقادير في الكميات الكبيرة حاجة صعبة قوي. ترويض واحد زي مناع مرة تانية شبه مستحيل، لانه رافع شعار الوطنية فوق المكاسب المادية. انا مضطر استحمل واصبر عليه لان خيوطه كلها في ايدي. طب وافرض ما سمعش كلامك؟ ساعتها بقى انا هضطر اضغط عليه حتى لو اذيته في عياله، بس بالشكل ده بقى احنا هتكون الخسائر بتاعتنا كبيرة. خلاص مدام مصمم على الصداقة يبقى من الواجب بقى انك تتصل بيه تعزيف ابوه. كده انتوا ابتديتوا تفهموني. ممكن تديني موبايل لما اكلمه؟ اتفضل. يا ابوي لحقت تعرف اني جيت؟ اهلا يا بروفيسور، ازيك؟ الو مناع حبيبي، انا حزنت قوي لما عرفت اللي حصل للوالد. الباقي في حياتك. حياتك الباقية عرفت كيف؟ انا مش جاي لحد. ما قلت ليش عرفت كيف؟ مطرود العلمك بقى انا بعرف كل حاجة بتحصل في النجع قبل اهل النجع نفسهم. لا وايه بالدليل القاطع يا دي؟ عايزة ذكاء. اكيد همام هو اللي قال لكم عشان تدوله اللي هو عايزه. همام ده خيبان، لانه لو شاطر وذكي زيك كان فهم انك انت اللي قتلت عمه دياب، وانت اللي قتلت ابو الحمد لما شافك انت ونفيسة. جرايا خواجة، هو اي حاجة تيجي في راسك تقولها؟ انت بتعزيني يعني ولا جاي تهزر؟ انا غرضي ان احنا نبقى اصحاب ونقرب من بعض والثقة اللي بيننا تزيد، لان عداوتك مش في مصلحتك. عداوتك دي هتحرق بيتك اللي فيه سوهاج وتخرب بيتك اللي في النجع. ماشي، هستناك بكرة في المكتب الساعة 11. سلام يا خواجة. الله يسلمك يا حبيب قلبي. هو اختيار وانت طاعت احساسك، واخترت من يومك تشيل عذاب ناسك، تشيل عذاب ناسك. هو اختيار وانت طاعت احساسك، واخترت من يومك تشيل عذاب. البروفيسور ده عايز منك ايه بالظبط؟ وعد عليا في الشركه اداني صور موافقات على انتاج السماد الجديد. يبقى اتصل بيا عشان يعزيني. وهو عارف منين ان والدك توفى؟ اهو ده اللي مجنني، مش عارف الراجل ده بيعرف كيف وليه عايز يشاركني في مصنع السماد. يعني انت عارف ان في حاجه مش مظبوطه، عشان كده فصلت مصنع السماد عن مصنع المكرونه عن المزرعه. قال له عشان أأمن مستقبلكم. قام الحاج، هي فين الموافقات دي؟ جوه في شنطتي. تعرف ايه؟ انا قعدت سنة الف حوالين نفسي عشان اجيب الموافقات دي، هو جابها في 10 ايام. دي مش حاجة تقلق؟ جايز الحكومة بتساعده عشان مستثمر بيعمل مشروع وهدفه فعلا خير للبلد. حتى لو هدفه خير مش عايزين الخير دي. الناس دي لو من عندهم خير يبقى وراه شر اكبر، تاريخ عمره ما يكذب. فقول لك ايه، انا عايزك بكره ما تجيش المكتب، عايز استفرد بيهم هناك. اهم حاجه عندي انكم تفتكروا انه مجرد منتج، يعني ماليش اي صاله غير بكم الانتاج والتوزيع، وهذه امضتها هي. مبروك، هتشوف خير ما كنتش تحلم بيه. طيب استاذن انا عشان عندي اجتماع مهم، مش جاي معايا بروفيسور ولا ايه؟ لا انا هقعد اشرب فنجان قهوه تاني مع مناع بيه. بالله لو الشيف. مع السلامه رضوان بيه، شرفت ونست. السلام عليكم. خير يا خواجه؟ البن الكتير غلط عليك بيوجع البطن.
ما محبة إلا بعد عداوة. اسمع يا مناع، من هنا ورايح أي كلام بيني وبينك لازم يفضل سر. أنا ما عنديش أسرار، وراجل أحب أمشي سليم وأعمل الصالح. الصالح من وجهة نظرك أنت بس، يعني لما قتلت الدياب كان بيتهيالك إنك بتعمل خير. لو هنبتديها بالتخريف والكد يبقى ما فيش داعي للكلام. أظن عيب قوي لما يبقى بروفيسور عالمي زي يلجأ للكد. أنا واثق إنك قتلت دياب وأبو الحمد، لكن ده هيفضل سر بيني وبينك، لأن همام لو عرفه هيتهور على عيلتك زي ما تهور على عيلة عبادي، وخصوصا إن عنده سلاح كتير وطالب يشتري سلاح أشد وحنبيع له. أولا أنا بخافش، ولا عيلتي زي عيلة عبادي، ولا هسمح لك توجع عيلتين في بعض. لازم هيقعوا في بعض لما يعرفوا إنك قتلت دياب وسبت جنازته وركبت عربيتك وقابلت ابو الحمد وقلت له يركب معاك، رفض وهددك. كلامك ملوش عازة عندي لاني ما عليهوش دليل. لا عليه دليل، ولو عايز اطلعه اطلعه، بس طيبة قلبي مش مطوعاني ان انا اذيك، مش عايز اذيك. عايز ايه يا خواجة؟ خلص، ما عنديش وقت. بص يا مناع، أنا رجل أعمال وشغلتي إني أتصايد الفرص وأدور على الأرباح، ودلوقتي أنا عندي مشروعين كسبانين ومليانين أرباح، وأنت فيهم هما الاثنين لا بديل لك. مصنع السماد الأول يطلع بالتاني. هكلمك بمنتهى الصراحة، المنظمة بتاعتنا مصادر الدخل بتاعتها السلاح والمخدرات، ولها مزارع مخدرات في أماكن كتيرة من العالم، كوبا، كولومبيا، أفغانستان، سينا، وأماكن تانية مش ضروري تعرفها. وطبعا عايزين نضيف لهم نجع الجبل. مملكة الجبل وانت صادق مملكة لإنتاج أفخر أنواع الحشيش، بتباع كويس وبيجيبوا عملة صعبة. قصدك الحشيش اللي كنت بتاخده كنت بتبيعه برا مصر؟ وأنا ليه أبيعه هنا بالخسارة؟ لعلمك بقى، لولا شطارتك المنظمة كانت أمرت بقتلك. لو ما سمعتش كلامي هقول لهم خلاص مفيش فايدة، لازم ترجع لعرشك يا ملك الجبل. ادخل انت الاول، بص عليها مش فيها مصوره ولا لا. والله ما انا عارفه اللي نابها. اما ياما انا داخله لك بالوكل اهو. الحمد لله. خش يا همام، خش يا همام. تعال يا جميله، زادوا زادوا ورقتين، وكل ما افردهم والمهم يزيدوا ورقتين. بس بعد ما تحايل على دياب. يما حرام عليكي، يما حرام عليكي، فضحتينا وجرستينا. تعرف يا مره المخلوله انت، لو عقلك ما ردش في راسك مره تانية انا هعمل فيك ايه؟ هتويكي هتويكي، ومحدش هيعرف لك طريق جره. انتوا فاكريني مخلوله؟ ليه مش عايزين تصدقوا ان عفريت دياب هو اللي خدهم؟ كان بدل ما اسرق الفلوس كانت شاطر على المرة اللي قتلته. انت اش دراك انها مرة مش راجل؟ لو كان راجل ما كانش عمي عطاه الامان، عشان كده لازم ان تكون مرة هي اللي غدرت بيه، ومش بعيد تكون امك عشان كده تخوتك. خد عد دول يا عمان، علشان ما بعرفش عد وبتخلبط. شوف لي شوف لي زادو قديه. لما حرام عليكي احب على يدك. دياب دياب بيقولي وانا بلاجوم ينفسه، كل ما بحايل على دياب الفلوس بتزيد. شايفه يا جميله؟ زادوا ورقتين. شايفه؟ زادوا ورقتين، زادوا ورقتين. يوه، ده انت فوتتي على الاخر. شوفي لك حل في امك، انا ضحكت. دياب 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 بيقول لي بلاقيهم ينفسوا. شايفه يا جميله؟ تعالي تعالي عدي معايا، عدي